السلام عليكم. هل تسمعوني يا رجاء؟ هل الصوت واضح أخ علي؟ هل الصوت واضح رجاء؟ ممتاز. إذا مرحبا بكم أخواني أخواتي في هذا اللقاء الحي العاشر من مقرر مبادئ الإدارة الفصل الأول من العام الجامعي 1439-1440. إذا هذا اللقاء الحي العاشر والذي سوف نحاول نواصل دراسة واستعراض بعض الأفكار الخاصة بإدارة الأعمال وتطور إدارة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية عبر تركيزنا على نقطة مهمة جدا وهي ما يسمى بمشكلة عجز القوى البشرية السعودية. بدأنا في الأسبوع الماضي عن الحديث عنها ونواصل الأسبوع هذا ونتحدث أساسا كيف نستطيع أن نساعد الوظائف، كيف أن نستطيع أن نعالج مشكلة عجز القوى البشرية داخل المنشآت السعودية. وأيضا راح ناخذ بعض الأفكار حول تأثير البيئة السعودية على إدارة الأعمال من خلال ما يسمى بسلم الحاجات لماسلو. إذا نبدأ على بركة الله فإن شاء الله يعني يلتحق بين مزيد من الأخوة والأخوات. في الواقع إذا أردنا نتحدث عن علاج مشكلة عجز القوى البشرية السعودية وما يعبر عليه بالسعودة، كيف نستطيع أن نساعد الوظائف؟ ولأن العديد من الدراسات والأبحاث ركزت على نقطتين أو ركيزتين أساسيتين لعلاج هذه الإشكالية. والركيزتين هذا أخواتي أخواتي هما التوظيف والتدريب. التوظيف والتدريب. التوظيف وش تقصد بالتوظيف؟ يعني بالتوظيف توفير احتياجات الحاضر والمستقبل كذلك من اليد العاملة السعودية وإحلالها محل اليد العاملة الأجنبية من خلال التوظيف، من خلال يعني توظيف أشخاص لشغل مناصب داخل المنشآت. التوظيف هذا أخواني أخواتي قد يكون توظيف داخلي وتوظيف خارجي. لما نقول داخلي أو خارجي نقصد هنا من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة. إذا التوظيف الداخلي هو عملية الإحلال من داخل المنظمة، يعني عملية الإحلال التي تتم عن طريق النقل أو النقل أو عن طريق الترقيات. يعني هنا راح يكون في تسليم مناصب لأشخاص آخرين مثلا عبر الترقية، وهذا بحد ذاته قد يساعد على حل الإشكاليات عجز القوى البشرية. إذا من خلال إحلال اليد العاملة السعودية محل اليد العاملة غير السعودية هنا تتغير نسبة السعودة وترتفع نسبة السعودة داخل الهرم الإداري وخاصة في المناصب الإدارية العليا. هذا التوظيف الداخلي. بالنسبة للتوظيف الخارجي هنا نتحدث على التوظيف من خارج المنظمة. يعني إيش؟ توفير فرص عمل جديدة لمن يكون يعني معتمد أنه ما عندوش فرصة عمل سابقة أو مثال عاطلين أو خريجي جامعة. طبيعة الحال هنا عملية التوظيف الأشخاص اللي لسه ما عندهمش وظيفة هذا سوف يزيد من نسبة السعودة ويحل هذه الإشكالية بشكل كبير. وفي الواقع التوظيف الخارجي ممكن نجد فيه عدة مصادر، ممكن نجد عدة مصادر للتوظيف الخارجي. عند المصدر الأول والأساسي أخواني أخواتي هو الجامعات. المصدر الأول الأساسي في للتوظيف الخارجي هو الجامعات. أوكي أصالة تقول أن الصوت غير واضح، بس عاوز أكد أكثر.
من الأخوة، ولعلي ممكن أستخدم ميكروفون آخر. هل الصوت الحين أوضح رجاءً؟ طيب ممتاز. إذا حاول إذا وصلت المحاضرة، قلنا أنه المصدر الأساسي لمصادر التوظيف الخارجي هي الجامعات، وهي أفضل مصدر للبحث عن الموظفين. الجامعة هي المصدر الأول لإنتاج الكوادر البشرية، ولا نتحدث مثال على خريجي الجامعات. خريجي الجامعات قد يكونون يعني مصدر أساسي نستطيع من خلاله أن نوظف أشخاص آخرين، وبالتالي نحل إشكاليات خاصة بعجز الكوادر البشرية. المصدر الثاني من مصادر التوظيف الخارجي هي مكاتب التوظيف الحكومية. هنا نتحدث على وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل، اللي بيكون عندها قواعد بيانات فيها معلومات حول تقييم جميع الطلاب الخريجين أو جميع الخريجين الباحثين عن الوظائف. هنا الشركة تستطيع أن تبحث عن موظفين لما تتجه إلى وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، وبالدخول على قواعد البيانات الموجودة في الوزارات هذه تستطيع أن تبحث عن موظفين بمؤهلات مناسبة حتى يشغلون مناصب وظيفية داخل المنشأة. عندنا مصدر آخر ثالث من مصادر التوظيف الخارجي إخواني أخواتي، هي مكاتب التوظيف الخاصة. مكاتب التوظيف الخاصة، هنا نتحدث عن مكاتب توظيف تقوم تقريبا بنفس عمل مكاتب التوظيف يعني الحكومية الشابة، أوكي، ولكن تقوم بالعمليات هذه بطريقتها الخاصة، وبالتالي هنالك رسومات، يعني راح يكون هنالك رسومات على عملية البحث عن موظفين أو عملية البحث عن وظيفة بالنسبة لطالبي الشغل. أوكي، يعني لا تستطيع أن تضع سيرتك الذاتية بقاعدة بيانات التي يعني تملكها هذه المكاتب التوظيف الخاصة، وتقوم بمساعدتك على البحث على وظيفة. بطبيعة الحال راح يكون هنالك رسومات في هذا العمل. المصدر الرابع للتوظيف الخارجي هو وسائل الإعلام. الإعلان التجاري، هنا نتحدث عن الإعلان التجاري المدفوع بطبيعة الحال. فلعل نلاحظ أنه تقريبا لا يكاد يخلو جريدة من إعلان حول شركة وطنية أو في مجال المقاولات أو في أي مجال آخر. يعني دائما نجد إعلانات حول وظائف تقدم من قبل العديد من الشركات، وبالتالي فإنه وسائل الإعلام هنا قد تكون أيضا مصدر من مصادر التوظيف الخارجي. عندنا مصدر آخر إخواني إخواتي، اللي هو الاتصال المباشر بين المنظمة والعامل أو بين الباحث عن العمل. هنا يمكن للباحث عن العمل أن يتواصل مع المنشأة عن طريق الإيميل أو البريد أو حتى عن طريق الزيارات المباشرة، محاولة منه أن يجد وظيفة مناسبة. وهنا أيضا المنظمة ممكن أنها يعني تجد الموظف المناسب يعني بهذه الطريقة. في مصدر أخير، مصدر آخر من مصادر التوظيف الخارجي، المصدر السادس هو توصيات العاملين. يعني بعض الموظفين بالشركات يقومون بتزكية من يعرفونه ويحاولون استقطابهم لشغل وظائف متاحة داخل المنشأة. يعني ممكن أن موظف داخل الشركة يقوم بتزكية أو بتوصية حول صديق أو قريب يعرف أنه عنده مؤهلات معينة ومناسبة للعمل داخل المنظمة، فيقوم بتزكيته، وهذه أيضا مصدر من مصادر التوظيف الخارجي. إذا شفتوا مصادر التوظيف الخارجي إخواني أخواتي، كنا نتحدث عن مصادر من خارج المنظمة، خارج المنظمة. هذا فيما يخص التوظيف كركيزة من ركائز السعودة، ولكن في ركيزة أخرى لا تقل أهمية وتساهم بشكل كبير في 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 يعني علاج مشكلة عجز القوى البشرية، اللي هو التدريب.
التدريب. التدريب هو الذي يمكننا من رفع الكفاءة، وبالتالي تمكين الأشخاص من أنهم يشتغلون بمصائف بمناصب إدارية عليا. إذا التدريب هو تنمية وتحسين كفاءة وإنتاجية اليد العاملة، تنمية وتحسين كفاءة وإنتاجية اليد العاملة. وبطبيعة الحال هنا لما نتحدث عن اليد العاملة أو الموظفين داخل المنشآت الذين سوف يشملهم بطبيعة الحال التدريب، بنلاحظ أنه عادة نقوم بتقسيم الموظفين إلى ثلاث أنواع أو ثلاث مستويات. عندنا العمال التنفيذيون اللي هم يشتغلون في الإدارة الدنيا، إدارة الدنيا يعني الموظفين الذين يقومون بالعمل بناء على توجيهات مدرائهم. هذه إذا العمال التنفيذيون، هذه شريحة أولى. الشريحة الثانية والنوع الثاني هو عن العمال والموظفين الموجودين في الإدارة الوسطى. الإدارة الوسطى هنا نتحدث على مدراء الأقسام إن شاء الله. وعندنا كذلك الإدارة العليا اللي فيها مجلس الإدارة، المدير التنفيذي إلى آخره. فكل مستوى إداري عنده أهداف تدريبية تختلف على المستويات الأخرى، وعنده حتى بعض وسائل التدريب التي تختلف بين مستوى وآخر. يعني راح نشوف اخواني اخواتي انه احنا في الواقع لا ندرب العمال في الاداره الدنيا بنفس طريقه ومن اجل نفس الاهداف الخاصه بالموظفين في الاداره العليا مثلا. يعني لا الهدف هو نفسه ولا طريقه التدريب، اسلوب التدريب واساليب التدريب هي نفسها، فيها اختلاف، لانه كل 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 مستوى اداري عنده هدف وعنده اهداف خاصه في عمليه التدريب. إذا ما نتحدث على الإدارة الدنيا، هنا قلنا العمال التنفيذيون، لماذا يمكن أدربهم؟ وش هي الأهداف؟ لماذا قد أسعى لتدريب العمال التنفيذيين في الإدارة الدنيا؟ على أول شيء أخواني أخواتي، التدريب مهم لهؤلاء العمال من أجل زيادة الإنتاجية. يعني حتى أقوم برفع القدرة الإنتاجية لابد أن يعطيهم دورات من حين إلى آخر، هذا يساعد في تحسين الإنتاجية وبالتالي يساعد يرفع من كفاءتهم في العمل. إذا الهدف الأول زيادة الإنتاجية، الهدف الثاني رفع المعنويات. هنا احنا لما ندرب العمال خاصة في إدارة الدنيا، العامل لما ياخذ دورات تدريبية هنا سوف يشعر باهتمام الإدارة فيه، يشعر أن المنشأة تهتم به، فهذا يرفع من المعنويات وهذا مهم جدا. أيضا التدريب يمكنهم من تقليل الرقابة ومن تخفيف خاصة العبء الرقابي. يعني أنت لما تدرب عمال في الإدارة الدنيا تنمي الكفاءة حقه، هنا لا تحتاج بعدين لك بتظل دائما تراقبهم، لا، هو بيكون عنده كفاءة تتحسن الكفاءة حقه، فبالتالي هو الذي سوف يراقب نفسه ولا يحتاج أن شخص يراقبه على اعتبار أنه أصبح عنده كفاءة ومهارة عالية. أوكي؟ أيضا العمال التنفيذيين من أهداف تدريبهم هي زيادة قدرة المنظمة على البرودة والإحلال. زيادة قدرة المنظمة على البرودة والإحلال. على البرودة يعني إيش؟ يعني يصبح الموظف يستطيع أن يشتغل في أكثر من إدارة أو في أكثر من وظيفة بطريقة سهلة. يعني على سبيل المثال، إذا قمت بتدريب موظفين داخل مثال موظفين في قسم الموارد البشرية، قمت لهم أو بكنت من دورات تدريبية في مجال مثال المبيعات إن شاء الله. أوكي؟ تدريب بسيط في مجال المبيعات، هذا سوف يساعد على جلب هؤلاء العمال أو هؤلاء الموظفين إلى قسم المبيعات في أيام الذروة. يعني مثال، إذا كان أنا مثال عندي فترة معينة فيها ذروة كبيرة، فيها مبيعات كبيرة، شهر رمضان أو غيره، والموظفون المبيعات لا يخلون بالغرض، يعني عددهم قليل، فأفترض أستنجد بموظفين من أقسام أخرى مثال قسم الموارد البشري. طيب إذا كان الموظفين اللي هم موجودين في أقسام أخرى زي قسم الموارد البشري تدربوا أو أخذوا دورة تدريبية حول المبيعات، هنا سوف يستطيعون المساعدة في إدارة المبيعات بسهولة تامة، لأنهم أصلا متدربين على ذلك. بينما إذا لم يكونوا متدربين فلن أستطيع الاستعانة بهم في أيام الذروة على سبيل المثال. أوكي؟ هذه تقريبا أهداف التدريب. فيما يخص الأساليب، أساليب التدريب، هنا التدريب قد يكون
خارج المنظمة أو داخل المنظمة، ولا يختلف. لما نقول تدريب خارج المنظمة، هنا سوف نقوم بإرسالهم إلى مراكز تدريب متخصصة. أما إذا تحدث على تدريب داخل المنظمة، هنا سوف أقوم بإقامة مركز تدريب داخل المنظمة. طبيعة الحال يعني كلتا الطريقتين وكلا الأسلوبين في عندهم يعني خلينا نقول إيجابيات وسلبيات. لما نتحدث على تدريب خارج المنظمة إخواني إخواتي، من إيجابياته على سبيل المثال رفع الروح المعنوية. يعني الموظف لما ترسله عشان يتدرب لمدة 3 أو 4 أيام أو أسبوع خارج المنظمة في مراكز تدريبية على سبيل المثال، هنا الموظف سوف يقوم بتغيير جو، وهذا سوف يساعده على رفع المعنويات وعلى يعني بطبيعة الحال هذا سيساعده وسيرفع من كفاءته أيضا. كذلك التدريب خارج المنظمة هذا سيمكن الموظفين الاحتكاك بموظفين آخرين بأشخاص آخرين، وهذا الاحتكاك مهم لتنمية العلاقات الإنسانية ولتنمية علاقات الموظف خارج المنظمة، فيشوف أشخاص آخرين، متدربين آخرين إلى آخره، هذا مهم جدا. كذلك لما نرسل الموظف عشان يتدرب خارج المنظمة، يعني راح يتدرب في مراكز تدريب متخصصة، عادة هنالك وسائل تعليمية متطورة في مراكز التدريب قد لا أستطيع استخدامها داخل المنشأة، قد لا أستطيع نقلها داخل المنشأة لتدريب الموظفين، وبالتالي أفضل طريقة أن يتدرب في خارج المنظمة يعني في مراكز التدريب المتخصصة. أيضا عادة البرامج التي تقام في مراكز التدريب تكون شاملة أكثر، وهذا مهم جدا يرفع من كفاءة الموظف. ولكن في نقطة سلبية أساسية في التدريب خارج المنظمة، أنه لما الموظف يروح يتدرب خارج المنظمة، أنا هنا لا أستطيع أن أجعل الموظف يداوم ويذهب إلى الدورات التدريبية في نفس الوقت، فيكون هنالك هدر للقوى البشرية. يعني مثال، أنت لما ترسل موظف لمدة 4 أيام عشان يأخذ دورة تدريبية خارج المنظمة، ما المقصود بهذا؟ ما هي نتيجة هذا؟ أنه الموظف طوال 4 أيام ما رح يقدر يداوم، ما رح يقدر يشتغل داخل المنشأة. وده يصبح إشكال كبير لما يكون المنشأة ما عندهاش موظفين لتعويض هذا الشخص، فممكن يعني تتضرر المنشأة في هذا السياق. بالنسبة للتدريب داخل المنظمة نفس الشيء، التدريب داخل المنظمة عنده إيجابيات كما عنده سلبيات. داخل المنظمة ممكن لا نستطيع أن نجد مراكز تدريب متطورة جدا، ولكن التدريب داخل المنظمة عنده إيجابيات، اللي هي أول شيء نستطيع أن نفصل البرنامج التدريبي حسب الاحتياج. في مراكز تدريب خارجية لا تستطيع أن تفصل البرنامج التدريبي حسب احتياجاتك، لأن البرنامج التدريبي هو مقترح لك وللعديد من الموظفين من العديد من المنشآت. وبالتالي لما يكون التدريب داخل المنظمة، هنا أستطيع أن أفصل البرنامج التدريبي حسب احتياجاتي وكما أريد بالضبط. أيضا من النقاط الإيجابية في التدريب داخل المنظمة أنه لا يكون فيه هدر للقوى البشرية. يعني الموظف يقدر وهو لما يتدرب داخل المنظمة يقدر يقوم ولو بجزء بعمله، يعني يداوم في نفس الوقت يتدرب، بالتالي لا يكون هنالك هدر للقوى البشرية. في شكل آخر للتدريب يتم خارج المنظمة ولكنه يختلف عن التدريب خارج المنظمة، اللي هو إعادة التأهيل. إعادة التأهيل هي أسلوب تدريبي، ولكن يختلف عنه إيش؟ رح نرسل شخص على مدى يعني في لمدة طويلة حتى يأخذ يعني تأهيل مغاير للتأهيل اللي هو متحصل عليه. يعني إعادة التأهيل هنا لما نرسل الموظف إلى دورة طويلة للحصول على دبلوم عالي سواء كان ماجستير أو غيره، وبالتالي سوف يرجع لنا بمؤهل جديد يختلف عن المؤهل السابق. سيكون الانتعاش كشكل من أشكال إعادة التأهيل. إذا نشوف هنا أساليب التدريب، التدريب قد يكون داخل المنظمة، قد يكون خارج المنظمة في مراكز تدريب، وقد يكون كذلك في شكل إعادة التأهيل، يعني هنا نرسله إلى دورة مدتها
طويلة للحصول على دبلوم عالي إن شاء الله. هذا فيما يخص العمال التنفيذيين. عندنا أيضا موظفي الإدارة الوسطى، أخواني أخواتي موظفي الإدارة الوسطى، المدراء مدراء الأقسام، واللي عندهم فرق يشرفون عليها ويديرونها. الأشخاص هذول كذلك يحتاجون من حين إلى آخر أن نقدم لهم دورات تدريبية. لماذا؟ أول شيء الدورة التدريبية هذه سوف تساعدهم على تنمية العلاقات الإنسانية، يعني يعلمه كيف ينمي علاقاته مع الموظفين، كيف يقود فريق عمل، كيف يستطيع أن يؤثر على الأشخاص، كيف يستطيع أن يكون قيادي إنشانه. هذه كلها مهمة جدا. أيضا الموظفين في الإدارة الوسطى من أهداف تدريبهم هي رفع قدرتهم على التخطيط والتنظيم، وكذلك تدريبهم على صناعة القرار. نعرف الإدارة الوسطى يعني مدراء أقسام شغلهم مبني بشكل كبير على اتخاذ قرارات، على التخطيط، على التنظيم، على التوجيه. هنا لابد أن ندربهم على كيف يصنعوا القرار، يعني وش الخطوات، وش الأساليب، وش أفضل الطرق حتى يستطيعون بناء قراراتهم بشكل موضوعي، وبالتالي تكون قرارات مناسبة و يعني فعالة. بالنسبة لوسائل التدريب تقريبا هي نفسها وسائل تدريب العمال التنفيذيين، يعني ممكن تكون داخل المنظمة، يمكن تكون خارج المنظمة، ولكن ممكن نضيف عليه أسلوب آخر اللي هو حضور المؤتمرات. عادة حضور المؤتمرات هذا يكون خاص بالمدراء سواء كان مدراء أقسام أو غيره، وبالتالي هذا أسلوب آخر يضاف كأسلوب تدريبي بالنسبة لهؤلاء الموظفين. عندنا أخيرا الإدارة العليا، أخواني أخواتي، الإدارة العليا، وهنا نتحدث على رأس الهرم الإداري. الإدارة العليا كذلك تحتاج من حين إلى آخر أن تأخذ دورات تدريبية، لأن الأشخاص هذول يحتاجون إلى دورات تساعدهم وتمكنهم من تحسين قدرتهم أو من تحسين عملية تقدير احتياجات المنظمة من الكوادر البشرية والمستقبلية إلى آخره. الأشخاص هذا في الإدارة العليا وعندهم يعني وظيفة مهمة جدا، هو كيف يقدر احتياجات المنظمة سواء كان من موارد بشرية أو غيره، وعلى المدى الطويل. وهذه عملية ليست سهلة، عملية صعبة، مدعو أن يتخذ قرارات استراتيجية، قرارات تخص المدى البعيد. هنا يحتاج إلى دورات تدريبية في بعض المجالات تساعده على حسن التخطيط وحسن تقدير احتياجات المنشأة. ايضا يحتاج الى الدورات التدريبيه في كل ما هو التخطيط الاستراتيجي حتى تصبح عنده قدره اكبر في رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمه لتطوير المنظمه. بالنسبه هذه بالنسبه لاهداف التدريب، وسائل التدريب هنا بتكون عاده عن طريق حضور المؤتمرات، عن طريق القيام بزيارات رسميه الى دول اخرى، ومقابله مدرائهم بالمدراء منشآت اخرى، تبادل المعلومات الى اخره. كل هذه خلينا نقول تعتبر وكانها دورات تدريبيه، وكانت دورات تدريبيه غير مباشره انشاء، اوكي، يعني تساعدهم بطبيعه الحال على رفع قدراتهم وعلى تحسين عمليه التخطيط الاستراتيجي وعمليه تقدير الاحتياجات احتياجات المنظمه. إذا نشوف أن التدريب ترى مهم جدا، وهو من الركائز الأساسية داخل المنشآت، والعديد من المنشآت أخواني أخواتي يعني تنفق أموال ليست يعني بالعينة، أموال طائلة في سبيل التدريب وتحسين قدرات الموظفين. ولكن لعل بنلاحظ أنه هنالك العديد من معوقات التدريب داخل المنظمات. خلينا نقول هنالك على الأقل 5 عوامل أو عوائق تقف أمام التدريب خاصة في المنشآت السعودية. عن أول شيء عدم القناعة في الكثير من المنظمات السعودية بدور وبجدوى التدريب. يعني العديد من المدراء يشوفون أن التدريب هو يعني نفقات زائدة، وأن التدريب سوف لن يؤدي إلى رفع الكفاءة، أن التدريب لا جدوى من التدريب، راح يكون مضيعة للوقت. هذه وجهة نظر.
ايضا من عوائق التدريب عدم القناعه في العديد من الشركات بعوائد الانفاق على التدريب. العديد من الشركات المدراء يقول لك انا لا احس انه ما انفقته في سبيل تدريب الموظفين اعطى اكله او رجع لي في شكل عوائد. البعض من يعتقد ان العديد من الدورات التدريبيه وخاصه التي تقام خارج الوطن عادة لا تتحول إلى مجرد رحلات ترفيهية أكثر من كونها رحلات تدريبية. يقول لك أنا أنفق أموال من أجل إرسالهم إلى الخارج للحصول على الدورات التدريبية ويروحوا مثال يستغلون الرحلة وتتحول إلى رحلة ترفيهية فقط. أيضا من العوائق خوف المنظمات وبعض المنظمات السعودية من تدريب الموظف وتنمية قدراته وبعدين يروح ينتقل إلى شركة أخرى منافسة. بعض المدراء عندهم الفكرة هذه وهذه فكرة خلينا نقول عالمية موجودة في العديد من المنشآت حتى في العالم العربي والأجنبي. يقول لك أنا إذا أنفقت بشكل كبير على التدريب ودربت الموظفين وقمت برفع الكفاءة حقه أوكي بعد ما دربوا يروح المنافس و يعني يغري بمثال براتب مرتفع وبالتالي يطلع الموظف وينتقل إلى شركة منافسة. يعني بعد ما يدرب يروح يشتغل في شركة منافسة. أيضا صغر حجم بعض المنشآت، نقول صغر حجم بعض المنشآت يعني قلة عدد الموظفين، هذا كذلك عائق. يعني يقول لك أنا عندي موظفين قلة ولا أستطيع أن أستغني عن أي موظف، بمعنى أنه إذا أرسلت الموظف أو اثنين للحصول على دورة تدريبية ولو لبضع أيام من سوف يشتغل مكانه؟ ما عنديش شخص يستطيع تعويضه، بالتالي لا نستطيع أن نستغنى عنه في فترات التدريب وهذا كذلك عائق. العائق الأخير هو عدم تطبيق المادة 50 من نظام العمل في العديد من المنظمات التي تنص على أن الموظف الغير سعودي يجب أن يدرب موظف سعودي خلال سنتين بهدف نقل الخبرة والتجربة وبالتالي بهدف الإحلال مستقبلا. بعض المنشآت لا تطبق هذه يعني هذه المادة وهذا القاعدة وبالتالي هذا كذلك عدم تطبيق هذه المادة يعتبر بحد ذاته عائق أمام التدريب. واضح أخواني أخواتي؟ إذا هذا تقريبا قلنا أهم الأفكار الخاصة بأن التوظيف والتدريب كركيزتين أساسيتين من ركائز السعودة. الجزء الأخير من هذه المحاضرة قلنا سوف نتحدث أو نبدأ نتحدث فيه شوي ونواصل الحديث غدا إن شاء الله حول تأثير البيئة السعودية على إدارة الأعمال وخاصة تأثيرها على السلوك التنظيمي للفرد والمنظمة، تأثيرها على السلوك التنظيمي وعلى سلوك الموظف وعلى حاجات الموظف. العديد من المختصين يقولون أن البيئة السعودية البيئة الثقافية خاصة هي من البيئات القوية جدا اللي عندها تأثير كبير على سلوك الموظف داخل المنشأة، لأنه عنده سمات خاصة يعني تجعل أنه للمجتمع بتأثير قوي على سلوك الموظف على حاجات الموظف داخل المنشآت. وإذا أردنا أنه نتحسس شوي قوة تأثير البيئة نستطيع أنه نرجع إلى مثال علمي اللي هو يعتمد على نظرية ماسلو للحاجات. في الواقع أخواتي ماسلو هذا يعني عالم معروف جدا في 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 الإدارة وضع نظرية سماها نظرية ماسلو للحاجات أو سلم ماسلو للحاجات. والفكرة من وراء هذه النظرية وهي فكرة بسيطة تقوم على أن الإنسان يعمل ويعيش من أجل إشباع مجموعة من الحاجات، من أجل إشباع حاجات معينة، والحاجات هذه موجودة ومرتبة ترتيبا هرميا بحيث أن كل ما أشبع حاجة سوف يتطلع لإشباع الحاجة التي تعلوها مباشرة. أخت أرسالة هذا مباشرة بعد التدريب تأثير البيئة
السعودية على إدارة العالم. إذا ماسلو يقول أن الإنسان يعيش من أجل إشباه حاجة معينة، وكل ما أشبه حاجة سوف يتطلع لإشباع الحاجة التي تعلوها. الحاجات التي حاجات الإنسان ماسلو قسمها إلى خمس أنواع أو خمس شرائح أو خمس مستويات. بحسب ماسلو كل إنسان عنده خمس مستويات من الحاجات. المستوى الأول اللي هو أسفل الهرم أو قاعدة الهرم هي الحاجات الأساسية. يعني إيش؟ كل ما هو أكل وشرب ملبس إلى آخره، نسميها الحاجات الفيزيولوجية. كذلك الحاجات الأساسية، يعني يقول لك أن الإنسان أول حاجات يسعى إلى إشباعها هي الأكل والشرب ألبس كذا الملبس، هذا الأساس. الحاجات الثانية اللي هي في المستوى الثاني مباشرة فوق الحاجات الأساسية هي الحاجة إلى الأمان. ولا نتحدث عن الأمان الاجتماعي، الأمان الوظيفي. فالإنسان لما يشبع حاجات الأكل والشرب يصبح يبحث عن أشياء أخرى، يصبح يبذل جهد ويعمل بجد لأنه يريد أن يؤمن حاجاته، حاجات أخرى وهي الأمان الوظيفي. ولا شيء طبيعي، احنا في البداية الواحد يعني يبحث عن وظيفة حتى يؤمن رزقه وطعامه وشرابه، وبعدين لما يتحصل على وظيفة يصبح يبحث عن شيء آخر اللي هو إيش؟ هو الأمان الوظيفي والاستمرار في الوظيفة. عفوا. إذا الحاجة الثانية هي الحاجة إلى الأمان. الحاجة الثالثة هي الحاجة إلى الانتماء. يعني بعد ما يحس الإنسان أنه خلاص أصبح عنده أمان وظيفي يصبح يبحث عن أشياء أخرى، يبحث عن إشباع حاجات أخرى، نسميها الحاجة إلى الأمان إلى الانتماء، أو نسميها كذلك الحاجات الاجتماعية. يعني يصبح يبحث عن الشعور بالانتماء إلى مجموعة معينة، يصبح يعني يشتغل أكثر ويتفاعل أكثر ويريد أن يكون جزء من مجموعة معينة داخل وظيفته أو بصفة عامة في حياته. بعد ما يشبع الحاجات هذه الاجتماعية يصبح يبحث عن إشباع الحاجات الموجودة في المستوى الرابع اللي هي الحاجة إلى التقدير. الإنسان بعد ما يشعر بالانتماء خلاص ما عندوش مشكلة في الانتماء يصبح يبذل جهد أكبر لأنه يريد أن يحصل على التقدير. التقدير قد يكون خطاب شكر أو شهادة إلى آخره. يحتاج الإنسان في بعض الأحيان يبحث عن إيش أنه كيف زملائه أو مدراءه يقدرون العمل حقه، يشكرونه، أوكي؟ تسمى الحاجات التقدير. إذا أشبع الحاجة هذه حاجة إلى التقدير يصبح يبحث عن الحاجة الأخيرة، وهنا نتحدث على رأس الهرم. الحاجة الخامسة هي الحاجة إلى تحقيق الذات. وهنا نتحدث على الإنسان اللي عنده همة عالية، اللي عنده طموح كبير، دائما يبذل جهد كبير ليصل إلى قمة الهرم. يعني تحقيق الذات ممكن يكون ترى شيء بسيط، ولكنه إيش؟ لما يحقق طموح معين، طموح معين شخصي خاص به، يحس بسعادة كبيرة، يحس بأنه حقق ذاته زي ما يقولوا حتى في لغتنا العامية. إذا هناك كما قلنا أنه بعد ما يشبه حاجات التقدير، يعني بعد ما يحس أنه كل الناس تقدر عمله يقول لك لا أريد أكثر من ذلك، وأريد أن أحس أنا في داخلي يعني فعلا أنا أقوم بشيء مميز اللي هو تحقيق الذات. هذا المستوى الخامس اللي هو أعلى الهرم في سلم ماسلو. إذا سلم ماسلو فيه خمس مستويات أو خمس شرائح أو خمس حاجات مرتبة ترتيب الهرمين من أسفل إلى أعلى، اللي هي الحاجات الأساسية، ثم الحاجة إلى الأمان، ثم الحاجة إلى الانتماء، ثم الحاجة إلى التقدير، وأخيرا الحاجة إلى تحقيق الذات. هنا عشان نتحسس قوة تأثير البيئة السعودية على سلوك التنظيم وعلى المنظمات داخل المنشأة، أجرى
بعض المتخصصين الباحث عبد الحميد دياب أجرى بحث وحاول دراسة تأثير البيئة السعودية على المنشآت من خلال محاولة دراسة تأثير البيئة السعودية على السلم ماسلو. فقام بدراسة على مجموعة من رجال الأعمال السعوديين وحاول يتعرف على تطبيقات هرم ماسلو في المنشآت السعودية. فهنا لاحظ بعض الفروقات، يعني شاف أنه سلم ماسلو في المنشآت السعودية وعند العديد من الموظفين السعوديين ليس كما هو موجود أو كما تم تطويره من قبل ماسلو. عفوا، إذا وجد بعض الاختلافات مقارنة بسلم ماسلو للحاجات. يعني على سبيل المثال لاحظ أنه في البيئة السعودية الحاجة إلى الانتماء مقدمة على الحاجة إلى الأمان الوظيفي. يعني هنا وكان هرم ماسلو ستظهر في قاعدته الحاجة الأساسية ثم الحاجة إلى الانتماء. يعني وكأنه بصفة عامة في البيئة السعودية الموظف يحتاج أو يحب أن يحس بالانتماء إلى مجموعة قبل ما يبحث عن الأمان الوظيفي. فهنالك تقديم للحاجة إلى الانتماء على الأمان الوظيفي. بطبيعة الحال أخت لنا الحاجات هذه لازم نحلها بالتدريب، عفوا بالترتيب. أوكي؟ الحاجات الخاصة بسلم ماسلو لازم نحفظها بالتدريب بالترتيب، لأن الترتيب مهم. لا أستطيع أن أمر إلى إشباه حاجات معينة إلا إذا أشبهت الحاجات التي قبلها، وبالتالي الترتيب مهم ومهم جدا. الفرق الثاني أن نلاحظ أن الحاجة الرابعة اللي هي الحاجة إلى التقدير وجد أنها غير مشبعة في وسط الأعمال السعودي. يعني ما فيش إشباه كبير للحاجة إلى إشباع كبير للحاجة إلى التقديم، على عكس الحاجة الأخيرة اللي هي تحقيق الذات وجد بأنها متوفرة ومحققة بشكل كبير، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في شركاتهم الخاصة وفي شركات أسرهم. يعني هنا بنلاحظ أنه أيضا في بيئة العمل السعودي وكأنه الحاجة الأخيرة اللي هي تحقيق الذات وكأنها مقدمة على الحاجة إلى التقدير. يعني العديد من الناس أشبعوا الحاجة إلى تحقيق الذات بدون ما يشبعون الحاجة إلى التقدير. إذا هذا الاختلاف في ترتيب سلم ماسلو في بيئة العمل السعودية يؤكد أن بيئة العمل السعودية والبيئة الثقافية السعودية بصفة عامة عندها تأثير كبير على السلوك التنظيمي، على سلوك الموظفين داخل المنشأة، وهذا التأثير نلمسه من خلال تغير سلم ماسلو وترتيب سلم ماسلو في بالنسبة للموظفين داخل المنشآت السعودية. طيب وش هي العوامل البيئية اللي بتأثر على 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 تغير هذه الحاجات وعلى سلوك الموظف؟ هذا بنشوفه إن شاء الله غدا، راح نشوف أهم تأثيرات البيئة على هذه الحاجات على سلوك الموظف، وراح نشوف وش هي العناصر البيئية بتأثر بشكل كبير على هذه السلوكيات. ولكن قبل ما ننهي محاضرتنا بطبيعة الحال كما جرت العادة عندنا كويز سريع لثلاث أسئلة، وبعطيكم زي العادة يعني ثلاث دقائق. إذا ظهر الكويز نرجع بعد ثلاث دقائق بإذن الله لحله ولإنهاء المحاضرة.
السلام عليكم. إذا انتهى الوقت ونقوم بتصحيح الكويز. إذا السؤال الأول، يمكن أن تتم عملية السعودة من خلال ازدياد حجم الأسواق أو التدريب أو الرقابة أو التوجيه. طبيعة الحال احنا قلنا عملية السعودة تتم عبر ركيزتين أساسيتين اللي هما التوظيف والتدريب، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي التدريب. من مصادر التوظيف الخارجي، لما نقول خارجي يعني من خارج المنشأة، هل الجامعات أو مكاتب التوظيف الحكومية أو مكاتب التوظيف الخاصة أو جميع ما سبق؟ بطبيعة الحال الجامعات هي من مصادر التوظيف الخارجي، مكاتب التوظيف سواء كانت حكومية أو خاصة نفس الشيء، هي من مصادر التوظيف الخارجي، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي جميع ما سبق. بعدين أخواني أخواتي، عندنا إرسال الموظف إلى دورة طويلة للحصول على مؤهل يختلف عن مؤهله السابق، هل هو التدريب خارج المنظمة أو تدريب داخل المنظمة أو إعادة تأهيل أو توظيف؟ طبعا الحال هو ما عندوش علاقة بالتوظيف، هذا يدخل في إطار أساليب التدريب. البعض ممكن يقول أنه أوكي هو تدريب يتم خارج المنظمة، أي ولكنه خاص جدا، أوكي خاص جدا، يعني ليس مجرد أن ترسله لبضع أيام، لا، راح ترسله إلى دورة طويلة للحصول على مؤهل يختلف تماما عن المؤهل السابق، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي الثالثة، إعادة تأهيل. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثالثة، إعادة تأهيل. إذا بالنسبة لمحاضرة الغد الأخت أصالة، محاضرة الغد إن شاء الله تبدأ في نفس توقيت محاضرة اليوم، يعني الساعة 7:45. أوكي؟ إذا محاضرة الغد اللي هو اللقاء الحادي عشر بإذن الله غدا سوف نبدأ يعني مثل اليوم على الساعة 7:45، ونحاول نتحدث وننهي فيه أهم الأشياء المتعلقة ببيئة الأعمال السعودية وتأثيراتها داخل المنظمة. راح يكون لا يقول الأخير، على اعتبار أنه في اللقاء الثاني عشر الأسبوع المقبل راح ناخذ ممكن 10 دقائق وربع ساعة الأولى لإنهاء المقرر، ثم نصف ساعة خلينا نقول الأخيرة بتكون يعني زي المراجعة، نحاول نطرح أسئلة بطريقة شفوية ويكون هنالك تفاعل من خلال الشات بين الأخوة والأخوات، ونشوف إذا كان هنالك أسئلة إضافية من عند الأخوة والأخوات، نحاول يعني مع بعض نرجع شوي على أهم العناصر اللي درسناها في هذا الفصل، حتى نقوم ب خلينا نقول مراجعة أو شبه مراجعة إن شاء الله. إذا نلتقي غدا إن شاء الله في نفس توقيت اليوم، أشكر لكم حضوركم، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.